قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبداية علينا أن نحمد الله وأن نشكره، فإن الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وكذلك فإنه مؤذن بدفع النقم وزوالها. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقد ذكر فريق من أهل العلم أن نبي الله نوح عليه السلام إنما أطلق عليه العبد الشكور لكثرة شكره لله، كان إذا أكل حمد الله وإذا شرب حمد الله. وكذلك لا تفوتنا الصلاة ولا يفوتنا السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل وامتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم إنني أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل محمد بن حامد بن نصر: حدث موقف بيني وبين شخص هو المخطئ، وألقي عليه السلام أكثر من مرة ولا يرد، فهل ألقيه بعد ذلك؟ استمر في الإلقاء وأنت مأجور إن شاء الله. محمد بن خالد يسأل أحدهم: يسأل سأتغيب عن بيتي لفترة طويلة، ولي ورد من قيام الليل قد أعجز عن الإتيان به إلا بين صلاتي المغرب والعشاء، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس أن تصلي بين المغرب والعشاء ما شئت من الصلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. المراد الأذان والإقامة، ولكن ليس هناك نص يمنع من أن تصلي بين المغرب والعشاء. تقول زينب: زوجها كثير الحلف بالطلاق، وقال لزوجتي أكثر من مرة أنت طالق، وعندما ذهبت إلى دار الإفتاء قالوا: لا تحتسب طلاقات، وخرجت من عندهم وهي ليست مقتنعة، أو الزوجة يعني. ما أدري ما ملابسات السؤال، إلا أنني أقول إن الزوج إذا قال لزوجته وفي وعيه وإدراكه: أنت طالق، ثلاث مرات متفرقات، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول: تقول رحاب الملقبة بأمة الله، ذهب سؤالها: رجل حلف بالطلاق ألا يكشف لولده الاختلاف مع زوجته، وابنه يحتاج للكشف، فماذا يفعل؟ يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، وبعد ذلك يسمح له. بارك الله فيك يا محمد. كيف نكسب رحمة الله؟ تكسبها باتباعك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أقل الصلوات في التحيات الثاني؟ ما أقل الصلوات التحيات الثاني
أقول لعل السؤال خرج بطريقة غير دقيقة، سؤال غير واضح. علي مازن، ما حكم إضحاك المصلي أثناء الصلاة؟ هذا شيء محرم بلا شك. معروف عند أهل الحديث أن الترمذي متساهل في التحسين والتصحيح، لكن قرأت أن الشيخ المعلم اليماني قال إن الترمذي ليس بمتساهل، فما الرأي؟ لا أرى ما يراه المعلمي اليماني رحمه الله، بل الترمذي فيه نوع تساهل كما تشهد بذلك أقوال العلماء على الأحاديث أو على كثير من الأحاديث التي أخرجها. الملقب بكابتن هيما من بعد الحمام، هل يجب الوضوء للصلاة من بعد الحمام؟ هل يجب الوضوء للصلاة؟ إذا كنت تريد الصلاة وجب الوضوء، وإلا فلا. هل يجوز أن أدفع عن أعراض المسلمين لمن يسب المنتقبين؟ إذا استطعت أن تدافع عن أهل الإيمان فدافع عن أهل الإيمان. هل يجوز للمرأة أن تضحي إن كانت مطلقة؟ التضحية جائزة إن كانت تستطيعها فهي سنة. هل تجوز الأضحية عن أبي المتوفي؟ نعم تجوز. هل تجوز زيارة القبور للسيدات؟ تجوز، نعم، إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. هل الاستغفار يجلب رحمة الله؟ بإذن الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هل يجوز أن يكتب الأب لابنه ثلث الميراث إذا خاف عليه؟ لا يفعل، فإن الابن وارث ولا وصية لوارث. إذا انقطع دم النفاس بعد مدة أقل من 40، هل تغتسل المرأة وتصلي؟ نعم تغتسل وتصلي. هل يجوز أن يتزوج أخت أخاه في الرضاعة؟ إذا كان لم يرضع من أم التي يريد الزواج بها وهي لم ترضع من أمه جاز له أن يتزوجها. يقول أو تقول إيمان، إن ابنتي الله يوفقها ويوفق بناتنا وبنات المسلمين. هل يجوز للمرأة أن تقرأ من المصحف بالقفازات وهي حائض؟ نعم يجوز ذلك. ما حكم قراءة الفاتحة قبل الزواج؟ إن سألت أن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حق الزوجة على زوجها؟ لها حقوق شتى، يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، وثمة حقوق أخرى لا يأتي المقام عليها. هل يقع الطلاق في شهور العدة؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. صورتها رجل قال لامرأته أنت طالق فبدأت تعتد، ففي أثناء العدة قال أنت طالق مرة ثانية، هل تحتسب تطليقة ثانية أم يلزم أن تكون هناك مراجعة حتى تحتسب الثانية؟ قولان للعلماء، أختار الثانية منهما. هل يجوز الاقتصار على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في التحيات الثاني؟ يجوز ذلك فيما أراه، بل أرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني مستحبة، إذ لا دليل صريح على الإيجاب فيما علمت، والله أعلم. أبو زياد، القول حمدا لله على السلامة في شيء ليس في شيء. عمود بن عاشور، امرأة أرضعتني وأرضعت بنت وهي ليست بأمي ولا أمها، هل يجوز لي أن أتزوج من هذه البنت؟ لا يا محمود، أنت رضعت من ثدي
ونفس الثدي رضعت منه بنت أخرى فلا يجوز لأنها أصبحت أختا لك من الرضاع. محمود، كيف نواجه المرائي؟ سؤالك ماذا يعني؟ غامض سؤالك. هل الاستماع للقرآن كقراءته؟ لا، القارئ أفضل. أما حديث القارئ كالحالب والسامع كالشارب لا يصح. إلى أي وقت يجوز تأخير صلاة العشاء؟ أختار رأي بأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما التثريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث وقت النبي العشاء إلى منتصف الليل فهذا فيما يبدو لي وقت الفضيلة. سلمى بنت مصطفى، وبارك الله فيك يا سلمى وحفظك الله أينما كنت. ما حكم زكاة المال الذي لم يبلغ النصاب ومعه ذهب للزينة؟ هذا يضم إلى ذاك، هل يجوز الجمع في النية بين الأضحية والعقيقة؟ يا سامي انظر ماذا ستصنع، إن كنت ستذبح بقرة جاز لك أن تجمع بين الأضحية والعقيقة سبعان للعقيقة للولد الذكر وسبل للأضحية. أما أن تأتي بكبش واحد وتقول هو عقيقة وأضحية لا يصلح، هذا لا يصلح. إخراج زكاة مال تجارة معظم الأموال عند الناس، معرض أجهزة بالتقسيط. زكاة المال تخرج مالا إلا إذا عجزت أخرجتها من جنس البضاعة التي تعمل فيها إذا كانت تنفع الفقراء، وإذا لم تكن عندك سيولة. ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم؟ يفعله الذين لا يكادون يعقلون، الذين لا يحرصون على أوقاتهم ولا ما ينفعهم. هل الحنة السوداء الفرد حرام أم حلال؟ الفرد الحنة السوداء للنساء لا بأس بها بقيدين: القيد الأول أن لا تتبرج بها للأجانب، القيد الثاني أن لا تدلس بها على خاطب. أما السواد صبغ الرجال الشعر بالسواد فتلك مسألة خلاف تقدم الحديث عليها. الرواتب الاثنى عشر ركعة منها أربعة قبل الظهر، وذلك لا يمكن يوم الجمعة. ممكن أن تصلي يوم الجمعة أربعا ستا كما شئت، ليس هناك مانع. هل فاتتني صلاتي المغرب والعشاء ولم أدركهما حتى منتصف الليل، أيهما أقدم على الأخرى؟ أقدم المغرب على العشاء. أم رقية، لو سمحت التشقير حلال ولا حرام؟ التشقير جائز بضوابط: أولا أن تكون المادة التي تستعملينها لا تزيل الشعر بالكلية، ثانيا ألا تدلسي بالتشقير على خاطب، ثالثا ألا تتبرجي به لرجال أجانب، رابعا ألا تكوني ممن ينظر إليهن كأسوة يؤتسى بها، فإن الناس قد يظنون أنك متنمصة. خالد حسان، حكما يتمسك بالقرآن فقط ولا يتمسك بالسنة، هذا كذاب، لأنه إذا تمسك بالقرآن تمسكه بالقرآن يلزمه بالسنة. فمثلا إذا قرأ قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، هل يكون متمسكا بالقرآن إذا لم يأخذ بالسنة؟ ما حكم الجلوس على المقاهي؟ هذا من خوارم المروءة إلا إذا دعا إلى ذلك داع. هل طريقة حفظ القرآن بطريقة الحصون الخمسة بدعة؟ لا أعلم عنها شيئا ولا أعلم لها مستندا في السنة. هل يجوز عمل عقيقة وأضحية في عجل واحد؟ يجوز ذلك. حكم قرض فرض الأهل
مكوث ابنتهم بعيدا عن بيت زوجها، لماذا هذا؟ لابد يا محمود بن زيدان أن نسأل، ما الحامل لكم يا قوم على أن تأخذوا ابنتكم من زوجها؟ ومن ثم يعطى الجواب، ما حكم العمل في القرى السياحية؟ لابد من مزيد تفصيل. ما حكم المبالغة في البناء مخالفة للقانون؟ ما حكم حملات الاستغفار على وسائل التواصل؟ لا بأس أن تذكر الناس بأن يستغفروا ربهم. يقول أنا أرى سبت الأسئلة بس الله يرضى عليك. أرى مشهد في المسجد أن بعض الشباب أثناء الركوع يظهر قسم أسفل ظهري، ما حكم ذلك؟ لا يتعمد ذلك، وإذا تعمده فإن من العلماء من يبطله، أما إذا ظهر جزء سهوا فيغطيه ويستر. هل يجوز الانضمام إلى مجموعات مختلطة رجال ونساء على مواقع التواصل فيسبوك؟ في تلك فتنة والله لا يحب الفساد. هل يجوز إخراج زكاة المال في تجهيز أختي للزواج؟ أختك إذا كانت ممن يلزمك الإنفاق عليها لا يجوز ذلك، وإذا كانت فقيرة ولا يلزمك الإنفاق عليها ساعدها بمبلغ من المال إن كانت من أهل الاستحقاق. وإلى هل يجوز أداء فريضة الحج ويوجد عليه أقصى جمعية مستحقة؟ يجوز ذلك، وتوصي إذا مت أن يسدد عنك الدين. محمد بن ثروت ماذا يقول؟ عاصم ما حكم السيدات الذين يريدن الذهاب للجيم أو يتعلمن السباحة؟ إذا كانت الملابسات المحيطة بمكان الجيم آمنة لا بأس ما لم تتكشف العورات، أما إذا كانت الملابسات المحيطة بذلك فيها أمور تخالف الشرع فلا. كذلك السباحة، إذا كانت ستسبح في مكان آمن حيث لا فتنة لا بأس أن تتعلم المرأة السباحة، أما إذا كانت تذهب إلى مكان يراها أجانب كشف العورة لا. ما حكم من نذر بنذره ثم لم يفي بنذره؟ يكفر كفارة يمين إذا كان قد عجز، أما إذا استهتر بالنذر فإن الله قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. عمر الشامي حفظه الله يقول فاتتني صلاة الفجر وصليتها بالدار بس بظل ندمان طول النهار. طب ماذا نصنع؟ هذا قدر الله. ما حكم المرأة التي تفرق بين الإخوة مستعينة بالسحرة والكهنة مرتكبة لكبيرة؟ شيخ ثبت الأسئلة بس الله يستر عليك. كفارة اليمين كم تبلغ من المال؟ هذا سؤال غير دقيق، لأن كفارة اليمين تختلف من شخص إلى شخص، لأنها من أوسط ما نطعم الأهل، وهذا يختلف من بيت إلى بيت، فهناك من طعمه متوسط البطاطس، هناك من طعمه من متوسط الكباب، هذا يختلف عن ذاك. إذا اغتسلت المرأة من دورة شهرية ورأت في اليوم الثاني بعد الاغتسال دما هل تغتسل؟ نعم إذا كان الدم حيض. هل إذا أديت العمرة عن أبي رحمه الله تحسب لي عمرة معه؟ الأمر موكول إلى الله.
ما حكم صبغ الحناء في اليدين فقط للذي يقبل على الزواج؟ لا بأس إذا لم يكن متشبها بالنساء. هل يمكنكم شرح ربا النسيئة؟ ربا النسيئة هو ربا التأخير، تعطي شخصا ألفا من الجنيات قرضا على أن يردها ألفا ومئة مثلا بعد سنة. من يريد دليلا من القرآن على عدم جواز الصيام للحائض في رمضان؟ أخشى عليك يا خالد أن تكون من الخوارج، فإن إجماع المسلمين منعقد مع الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن الحائض لا تصوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت امرأة: فبما نقصان عقلنا ونقصان ديننا يا رسول الله؟ قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ فذلك من نقصان دينها. ثم إن الله قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل يحل لزوجة الأخ ألا تحتشم أمام أخ زوجها؟ لا يحل لها ذلك، بل يجب عليها أن تحتشم أمام أخ زوجها، فإن النبي قال: الحم الموت. عند منهور يسأل: كيفية صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعنا إذا لم يتيسر الهدي؟ الكيفية تمتنع عن الأكل والشرب والجماع كأي صيام. أما إن سألت سؤالا أدق يا ناجي الدمنهوري، فإن سألت أي الأيام هي، فهي من بعد إهلالك بالحج إلى أن ينقضي الحج. هل لو الزوج يفعل ذنبا كبيرا وأخبرته الزوجة ونصحته ولم يسمع لها، هل تأثم إن لم تتركه وتطلب الطلاق؟ بحسب حجم الذنب ينظر في الذنب ما هو. هل هناك فرق بين المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث؟ هناك فريق من المتأخرين سار على نهج المتقدمين فلا خلاف عندهم، أما هناك فريق من المتأخرين سلكوا مسلكا آخر غاضين الطرف عن إعلالات الأحاديث، فهنا يظهر الفرق. ما كفارة أكل الربا؟ الاستغفار والعمل الصالح. إذا كانت المرأة تصلي وراء الدم الحيض، هل تكمل الصلاة أم لا؟ لا تكملها. ما حكم تعليق آيات قرآنية على الحائط في المنزل؟ إذا كانت للتذكرة لا بأس، قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما إذا كانت لتزيين الحوائط فالقرآن لم ينزل لتزيين الحوائط. ما هي أعراض السحر والجن؟ أحتاج إلى شرح في مقام آخر. لا أستطيع دفع حديث النفس وفي سوء ظن مستمر، اسأل الله أن يصرف عنك هذا البلاء. حكم عمل عزاءات كبيرة واستخدام قراء إلى آخره، هذا يكره. ما حكم المؤخر من المهر؟ وما حكم من يطلب $60,000 على بنتي لتزويجها بسبب امتلاكها جواز أمريكي؟ أما المؤخر فلا بأس به، لأن نبي الله موسى عليه السلام تزوج مؤخرا وكان المهر مؤخرا. قال له العبد الصالح: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، وهذا مستقبلي، هذا مستقبلي، فلا بأس بالمؤخر. أما طلب المرأة $60,000 كمهر على حسب حالتك وحالتها، فإن كنت من الفقراء فلا توافق. إن كانت الفتاة من أسرة خطيرة وثرية وحسناء وعندها مال وأنت عندك مال، فالمسائل تختلف. فأنت إذا كنت تلهس وراء الجواز الأمريكي فلك أن... طيب لا أعلق كثيرا.
أحمد علي حكم من يعمل في العاصمة الإدارية. يعمل ماذا يا أحمد؟ إذا كنت تعمل في البناء فلا بأس بذلك. إن عامل بسيط ولست بمدير، لا بأس بعملك. ما حكم الصلاة خلف إمام حالق اللحية؟ صلاتك صحيحة. كم مدة تقصر الصلاة فيها في السفر؟ الجمهور يقولون 3 أيام بلياليها. ومن العلماء من قال طالما أنك مسافر تقصر الصلاة، أما المسافر المتردد فيقصر طالما كان مترددا يقول سأسافر اليوم سأسافر غدا. خالد حسان الفراش يقول أردت الاستفسار عن الأمور الملتبسة علي ومنها الدليل على رحلة المعراج. دليل على رحلة المعراج أجبتك ابتداء أن الله أمرنا باتباع نبينا، وإذا نبينا أخبرنا لزاما أن نصدق نبينا، والله قال في كتابه الكريم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى قول ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فهذا بعض الشاهد. شرح صلاة الاستخارة عند الزواج. إذا أراد أحدكم أمرا أو إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك الحديث، ويسمي الأمر كما لا يخفى. ولا يلزم أن ترى رؤيا منامية المسمى بالكابتن هيمة. يعني إبراهيم أحسن من هيمة، إذا دلعتك أمك بهيمة غير تدليع أمك لإسم نبي الله وخليل الله إبراهيم، فلا تحيد عن اسم إبراهيم وتسمي نفسك بهيمة. هيمة يعني إذا طلع حرفا ستكون شيئا مذموما، إنما إبراهيم. أجبتك بالجواز. حكم قراءة القرآن ووهب ثوابه للموتى لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا عن المعفي من الصلاة لأن الله لا يحتاج من عباده الصلاة ولا الزكاة والله أعلم مني ومنكم؟ ماذا تقول أيها الشخص؟ ماذا تقول؟ هل أنت ما حكم المنتجات المشكوك فيها إذا كانت تحتوي على شحم خنزير؟ لا يجوز أكلها إذا كان فيها شحم خنزير، لا يجوز أكلها. أما إذا مشكوك حرر القول. هل المتزوج أفضل عند الله من غير المتزوج؟ يعني لو عنده الاختيار يختار الزواج لأنه أفضل عند الله أم لا؟ التعفف أفضل من عدم التعفف، التعفف أفضل من عدم التعفف. والرسول قال تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم. والرسول عليه الصلاة والله قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. توفيت زوجتي وعندي لها ذهب علما بأن لي منها بنت، هل يجوز أن أسدد ما علي؟ يجب أن تسدد ما عليك لورثة الزوجة وأنت وريث، إذا كان لها أم لها أب كل منهم ميراث. يقول ما حكم حفظ القرآن في دار بحفظ بطريقة الحصن؟ أجبت أني لا أعرف شيئا عن هذه الطريقة عن رسول الله. ما حكم من اشترط على زوجته الثانية قبل زواجها؟ ثبتوا الأسئلة الله يغفر لكم. أبو الناس عفوا، لو الناس عليهم ديون مثلا 170 ومضت عدة عليها وقت سنة وسنتين فطلبت بدل 170 200 هذا ربا. ما زكاة الذهب؟
زكاة الذهب ربع العشر، ونصاب الذهب 97 جراما من عيار 21.97 أو 85 جراما من عيار 24. إذا فاتت علي صلاة الفجر لأني كنت نائمة، متى يجب قضاؤها؟ تقضيها إذا استيقظت. محمد العجمي، هل يجوز مشاركة من له مال مختلط عنده سعر أجرة عمل في شركة الدخان في بناء مسجد؟ هل يجوز مشاركته؟ تجوز المشاركة مع الكراهة، تجوز مع الكراهة. ما حكم العمل في صب الخمور؟ لعن الله حامل الخمور، ثبت نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم من اشترط على زوجته الثانية قبل الزواج أن يمنح الأولى بيتا فوافقت، إذا كان هذا قبل الزواج وافقت فالمؤمن عند شروطهم. علاج عدم خشوع القلب، استعذ بالله من قلب لا يخشع. هل ممكن مسح رأس بعد جنابة؟ لأن ثبتوا الأسئلة الله يغفر لكم. أقول أنا أعيش في أسبانيا، أنا جالس وعندي راتبي، هل يجوز أن أغتنم الفرصة وأعمل؟ والسؤال يا عزوز مقطوع. شهادات الاستثمار حرام يا أحمد ابن عبد الله. هل يجوز عمل عمرة أو حجة والتصدق عن أحد؟ كل جائز. حكم المداومة على 4 ركعات بعد العصر، لم يفعله النبي، بل النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ما حكم أكل اللحوم والدواجن في المطاعم الإيطالية؟ انظر هل زكيت وذبحت على الشريعة أم لا. بسمة نوارة، ما حكم دخول مكة دون إحرام في نية الحج السندي وقيم فترة في مكة قبل الحج؟ إذا دخلت في أشهر الحج تريدين الحج بدون إحرام عليك دم أو ترجعي إلى الميقات وتهلي من الميقات. السيد، حكم صيام السبت منفردا لا بأس، أما حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن هذا الحديث يخالف أصول الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق السبت. قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده، وهذا يتأتى إذا صمت يوما بعده بأنك تصوم السبت. قد سبق الحديث باستفاضة عن هذا. ما حكم حلق شعر البدن كالبطن والظهر؟ إذا دعت إلى ذلك حاجة جاز. ما حكم المال الذي يتقاضاه الموظفون المصريون خاصة بعد قرض البنك الدولي؟ هم يأخذون الأجر مقابل عمل، والإثم على من اقترض. هو بيعمل مونتاج للفيديوهات وبينطلب منه يحط موسيقى خفيفة في البداية، موسيقى في الخلفية، والمحاضر يتكلم ويسأل عن عمله. الموسيقى حرام، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. حكم هدية الرسوم الفرعونية والتماثيل الفرعونية غير الأصلية طبعا. اهدي شيئا ينتفع به الناس ولا تهدي شيئا تعظم فيه طرائق الجاهلية. زكاة الفطر هل نقدا أم تمرا؟ زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. هل قيء الطفل ينقض الوضوء؟ لا ينقضه يا هواري.
سالم، هل حفظ القرآن أولى أم إكمال دراسة الدكتوراه؟ شك عندي ولا ريب أن حفظ القرآن أولى. رياح الأمل، هل يجوز إعطاء بعض المساعدة للأقارب الأيتام مع أن عندهم راتب، وهل يستحقون فطر الفطر، زكاة الفطر يعني، إذا كانوا فقراء أعطيهم، وإذا كانوا أثرياء لا تعطيهم من الزكوات، ولكن استحبوا الإهداء لهم. أحمد شبان، هل تجوز مصافحة المرأة الكبيرة في السن؟ لا تصافحها يا أحمد شبان. النبي عائشة تقول عنه: ما والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. ما حكم أكل الدواجن واللحوم في المطاعم؟ أكل المطاعم الإيطالية أجابنا على هذا قبله. رجل يصلي السنة وجاء رجل يصلي خلفه، يجهر بالقراءة أم يسر؟ إذا كانت السنة من سنن الصلوات الليلية أو كسنة الفجر مثلا أو سنة المغرب أو العشاء، فالأمر فيه الوجهان. عمرو عمران يقول: أن كنت مسافر ورجعت من السفر وزوجتي عايزة تطلق كل يوم، مشاكل أعمل إيه؟ وهي ممتنعة عن معاشرة معايا، وكل يوم خناق ومشاكل، وهي ختمة القرآن، أعمل إيه؟ قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إن ساءت المعاشرة فلتفتدي نفسها منك إذا أرادت. هل يجب على الزوجة أن نصبر على الزوجة التي تهين وتتصنع المشاكل؟ أنت وقدراتك، بارك الله فيك. هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم، إذا كان بعيدا عن أماكن النجاسات. إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي السنة هل يجوز لي قطع السنة؟ يجوز لك، لكن الجمهور يقولون أكمل السنة بتجوز فيها لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديثه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالعلماء وجهوه وقالوا هذا في معناه لا شروع في صلاة إلا في الصلاة المكتوبة. ما حكم صلاة المرأة في بيتها بدون جورب؟ لا بأس بذلك. ما المقصود بالمتعة للمطلقة؟ مال تأخذه المرأة إذا طلقت دفعة، تأخذه دفعة. للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فالمرأة كسر خاطرها بالطلاق فتعطى شيئا من المال أو من المتعة مقابل هذا. قراءة القرآن بدون الوضوء جائزة، والأفضل الوضوء. محمد فاروق، كتابا في الفقه يكون محققا من قبلكم ككتاب كامل؟ ليس لي كتاب كامل في الفقه، إنما هي كتب وأبواب. أما الكتاب الكامل فجامع أحكام النساء، لكن الكتب الأخرى بصدد إنجازها إن شاء الله هذه الأيام. هل يجوز المرأة العيش مع رجل لا يصلي دائما؟ الأفضل أن تفارقه جليس سوء، وإن كان يجحد الصلاة تحرم المعيشة معه، كان كسلان عن الصلاة تكره المعيشة معه. عمل عمرة ونسي الحلقة والتقصير غير متعمد، العمرة صحيحة، ويقصر إذا ذكر. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا والمسلمين والمسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا والمسلمين والمسلمات عذاب النار. هذا، وأكرر حمدي وشكري لله سبحانه وتعالى، فهو أهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. هذا،
لا ننسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأذكر المسلمين والمسلمات بخطر العلمانية الداهم الذي يتوغل في بلاد المسلمين هذه الأيام لتغيير هوية البلاد المسلمة. فاثبتوا يا أهل الإسلام على دينكم، اثبتوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبلغوا الناس أمر الله، بلغوا الناس كتاب الله، بلغوا الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعكم من الاختلافات وتضييع الأوقات في المهاترات، انتبهوا لما يراد بكم، إنه يراد استئصال الإسلام من جذوره، ولكن الله غالب على أمره. ولقد قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحذر من العلمانية والاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والماركسية واللينينية وغير ذلك من طرائق الضلال والكفر، وكذلك أحذر من فئات التكفير والتوقف والتبين والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال. ألا فلنثبت جميعا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا، وأذكر بأن الله قال إنما المؤمنون إخوة، فلا تلعبن بكم السياسات ولا تفرقن بينكم السياسات. فالمسلم المصري أخ للمسلم الأسترالي، أخ للمسلم في المغرب العربي، أخ للمسلم في قطر وفي السعودية وفي اليمن وفي العراق. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، اتقوا الله لعلكم ترحمون. إن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.